السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ اتمنى يا رب دايما تكونوا بخير وفي تمام الصحة والعافية دايما يا رب. فيديو النهاردة بإذن الله فيديو مهم جدا، وفيديو النهاردة إن شاء الله أنا هكلمك على سورة عظيمة معجزة ومذهلة. أنصحكم بإذن الله إن أنتم تقرأوا هذه السورة في الجمعة الثالثة من رمضان، وانتظروا بإذن الله البشارات والخيرات والمعجزات الكثيرة جدا على حياتكم كلها. طبعا السورة دي يا جماعة بتدعونا لأمور كثيرة جدا. فالسورة دي أولا هي نزلت تخفيفا على النبي صلى الله عليه وسلم حينما انقطع عنه الوحي. والسورة دي أول حاجة بتدعوك إليها إن هي بتدعوك إلى التفاؤل، إن أنت لازم تتفائل مهما واجهت من مصاعب ومشاكل. والتفاؤل دي نعمة عظيمة جدا، يا رب كلنا يا رب نبقى متفائلين ويبقى عندنا نعمة التفاؤل. التفاؤل هي إنك تبقى حاسس إن اللي قادم أفضل وإن اللي جاي خير، وإنك مهما واجهت من عقبات ومهما واجهت من مصاعب أعرف إن ربنا مش هيتركك نهائيا. مهما واجهت من مشاكل ومهما واجهت من مصاعب أعرف إن هناك الله عز وجل، والله عز وجل لن يتركك مهما واجهت من مصاعب ومشاكل في حياتك. كذلك من ثمرات هذه السورة أيضا أو من الأمور اللي بتدعو إليها هذه السورة إنك تتذكر دايما نعم الله عز وجل عليك. يعني اوعى تبقى شكوتك في دنيتك أو تبقى الشكوى بتاعتك على ظروفك الصعبة أو الحاجات اللي ناقصاك، لا دايما تذكر النعم، لأن أنت لو شكرت الله عز وجل على النعم الله عز وجل هيعطيك أكثر مما تتمنى. فدايما تشوف النعم اللي أنت موجود فيها وتشكر الله عز وجل دايما على النعم اللي أنت موجود فيها. والله يا جماعة أنا بتذكر إن أنا وأنا طالب في الجامعة أو حتى يعني وأنا عادي يعني شخص عادي جدا وحالي كان أقل من كده بكتير جدا، فكنت دايما يا جماعة بشكر الله عز وجل على أي نعمة. يعني الحمد لله رب على نعمة الأب والأم إني مثلا بيصرفوا عليا، إن أنا مثلا بدرس، إن أنا مثلا عندي أوضة فيها تكييف كده. فدايما لما كنت بشكر كان الله عز وجل بيعملنا عليا بالزيادة وبالأكثر. فبالتالي أنصحك دايما بأن أنت دايما يا جماعة تخلوا عندكم حتة أن أنت يبقى عندك شكر للنعمة، أن أنت تشكر الله عز وجل على نعمه دايما. فالسورة طبعا هي سورة الضحى، وسورة الضحى هي سورة عظيمة جدا، هي سورة طبعا عدد آياتها 11 وهي سورة مكية. وهذه السورة أقدر أقول لك من التجارب ومن الناس الكثيرة اللي رددتها أن هي بتفيد في انقلاب الحال إن شاء الله. يعني قد سبحان الله بعد قراءتك لهذه السورة قد يتحول حالك من حالة فقر إلى حالة غنى، أو من حالة يأس إلى حالة تفاؤل، أو من حالة ضعف إلى حالة قوة. كذلك من ثمرات هذه السورة أيضا الحوائج وزوال الهموم. فبالتالي الفائدة دي نتائجها أو الفوائد أو الثمرات اللي موجودة فيها شاملة وعامة. يعني لو أنت عايز رزق ممكن سبحان الله تلاقي الله عز وجل من عليك بالرزق والمال. لو انت عايز تيسير في امورك تلاقي سبحان الله الله عز وجل يسر لك امرك كله. مش ان انت تقرأها بيقين في الجمعة الثالثة من رمضان. فهبدأ ان شاء الله يا حبايب قلبي في ذكر هذه الفائدة وذكر هذا السر ان شاء الله. بس قبل ما ابدأ في ذكر التفاصيل اتمنى لو انت جديد في القناة تشترك في القناة، ولو انت معايا قديم في القناة تضغط على زر اللايك وتدعي لي دعوة في التعليقات بالتوفيق. ويلا بينا يا حبايب قلبي نسمي الله ونبدأ على طول في ذكر التفاصيل والفائدة بالكامل ان شاء الله. كل اللي بطلبه منك بإذن الله ان انت بتيجي في الجمعة الثالثة من رمضان. ودايما انا بقول زي ما احنا متفقين ان الاعداد والاوقات ليست الزامية. يعني مثلا لو انت عايز تطبق الفائدة دي في اي يوم تاني من الايام يجوز. عايز مثلا غلطت في العدد ولا حاجة، انا دايما بقول لكم يا جماعة ان الاعداد بيبقى ليها بعض الاسرار والاعداد بتبقى واردة عن مشاربات. لكن لو انت غلطت في العدد غلط، الفايدة هتنجح ولا مش هتنجح؟ لا الفايدة هتنجح. فكل اللي بطلبه منك ان انت بتيجي في الجمعة الثالثة من رمضان وانت قاعد ومتوجه لله عز وجل وتتجه للقبلة، واول حاجة بتعملها ان شاء الله هي ان انت بتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصيغة 100 مرة. والصيغة هي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصيغة 100 مرة. بعد ذلك بنجي للخطوة الثانية ان شاء الله، وهي ان انت بتقرأ سورة الضحى 7 مرات. بعد ذلك بنجي للخطوة الثالثة، وهي انت بتقول هذا الاسم العظيم 129 مرة، والاسم هو يا لطيف، بتقول يا لطيف 129 مرة. بعد ذلك بنجي لاخر خطوة، وهي ان انت بتقول هذا الذكر المعجزة 101 مرة، والذكر هو لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. فدي كانت الفايدة ودي خطوات الفايدة، وان شاء الله اكتبها لكم في صندوق الوصف. وبس كده يا حبيب قلبي يكون الفيديو خلص، اتمنى اكون استفدت منه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.